يا ميخائيل. نعم يا جوتسابون. اتعب على الكرسي هنا وانتظر استاذ توماس صاحبي جاي على الباب. حاضر حاضر يا جوتسابون. تعيش يا حبيبي. سلام. سلام ونعمة. من فضلك يا ابونا شنودة الاقيه فين دلوقتي؟ حضرتك الاستاذ توما؟ لا عرفني منين؟ ايوه انا توما. ابونا شنودة وصل من نص ساعة ومستني حضرتك. اتفضل اتفضل معايا. يعني انت متأكد ان هو جوه؟ الا متأكد طبعا متأكد. جايز. اتفضل. سلام يا استاذ ابونا. اهلا استاذ توما. ايوه يا ابونا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتفضل استريح. اتفضل. انا فعلا يا ابونا عاوز استريح لان السفر كان طويل بس ما كانش متعب. على فكره دي بركات القديس، عمره ما تعب حد. جايز. معلش يا ابونا انا هتعب قدسك معايا لاني عرفت ان كل المعلومات اللي انا محتاجها موجوده عند قدسك. نقوم نفطر ونشرب الشاي ونبتدي على طول. ممكن يا ابونا بعد اذن قدسك نبتدي دلوقتي؟ ما تحت امرك اللي تشوفه. يا ريت قدسك تحكي لي كل اللي تعرفه عن ابونا ياسر. أبونا ياسا اتولد في بلد اسمها كوم غريب. الكلام ده كان سنة 1877 من عيلة اسمهم بيت الراهب، والاسم ده يبدو كان اسم على مسمى لأنهم كانوا عيلة مبروكة والناس بسطة. أيامها المدارس ما كانتش متوفرة، اتعلم القراية والكتابة عن طريق كتاب القرية. من هو صغير كان مثال للشاب المسيحي المرتبط بالكنيسة اللي بيصلي باستمرار منتظم في الأصوام. ناس الكنيسة وأبونا كل الناس بتحبه. وفي سنة 1902 تقريبا لما لقى فرص العمل مش متوفرة في القرية سافر للقاهرة علشان يدور على عمل مناسب. وانت بتعرف تقرأ وتكتب وتعمل حسابات يا استفندي؟ حضرتك جربني وشوف. يعني واثق من نفسك؟ كله بإذن ربنا. عموما احنا هنحطك شهر تحت التمرين. والماهية 150 قرش، ولما تثبت هتاخد 170 قرش. الحمد لله كله نعمة من عند ربنا. ومواعيد الشغل؟ مفيش حاجة اسمها مواعيد شغل. هتفضل تشتغل كل يوم لحد الشغل ما يخلص. ان شاء الله تقعد لنص الليل. وهعمل ايه بالظبط؟ هتعمل حسابات التذاكر المنصرفة والغير منصرفة وحسابات السهو والخطأ والخصومات. ربنا يقدرني واكون عند حسن ظنكم. من بكرة تستلم الشغل يا استفندي. ربنا يخليك. اسمي الكريم ايه؟ اسمي سعيد. عشت يا سعيد افندي وعشت الاسامي. لا لا لا. ايه ده؟ ايه اللي جاب المكتب الثالث اهي؟ احنا ناقصين. هي الاوضه ناقصه؟ هي الاوضه مستعمله؟ ليه؟ هو انت ما تعرفش؟ ما عرفت يا سيدي. منك نستفيد. جايبين واحد موظف جديد اسمه ايه؟ ياسا فندي. قال ايه؟ يمسك الحسابات. موظف جديد وكمان اسمه ياسا؟ عرفته. ده مكان المرحوم توفيق افندي. الله ينور عليك. فهمت. اما مكتبه هناك على الوزاره بعيد. يا سيدي سعيد افندي عايز الاوضه لوحده، عايز يتمرس علينا، عايز محدش يشاركه في الاوضه. يوم يحصل اللي اسمه ياسا افندي ده معانا؟ هو يا سيدي حكم الطويل على القصير. نعم قصدي حكم القوي على الضعيف. لا هو ضعيف ما تعرفنيش. انا صعب صعب قوي. اما خصصته من الاوضه. اسمعني يا افندي احنا نكمل بعض. قولي هو يستلم الشغل انت النهارده؟ هيستلم النهارده. وايه الاخر ده باين عليه بلطجي بقى من اولها. ولا بلطجي ولا حاجه، ده جاي بدري اهو. قال ايه؟ مستني سعيد افندي علشان يسلمه الشغل. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. صباح الخير يا ياسا افندي. اخبارك وصلتنا يا سيدي قبل ما تعبتك تتفرج. ده انا اللي اتشرفت بيكم ومعرفتكم يا حلمي افندي. مش اسمك حلمي افندي برضه؟ لا انا مش حلم، انا ادم. لا صحيح. انت عرفت اسمي منين؟ انت بان بقى فيك شيء لله. لا ده سعيد افندي هو اللي قال لي.
سعيد افندي قلت لي ايوه يا بخته يا هناء الاوضه وسعت وفتلت له. اتفضل على مكتبك يا استفندي. شكرا كتر خيرك يا رشدي افندي. هدارة يا فندم. شكرا ما بدخلش. دي اول القفيزة كفر. وعلى فكرة يا ريت تبطلها انت كمان. احنا بان عليها نتعلم الادب من جديد. دي احنا هنشوف ايام سودة. كل يوم بيمر بشعر ان الوظيفة الميري مش لي، ده غير ان كومة غريب وحشتني قوي. صحيح انا نجحت في عملي والاستاذ سعيد هيطلب لي علاوة 20 قرش. مفيش يوم اجلت الشغل فيه لليوم اللي بعده حتى لو سهرت لنص الليل، لكن الجهاد ده جنن زملاتي حلمي ورشدي، خصوصا حلمي عشان بنت الهنكرة بتاعتهم، لدرجة ان حلمي مش عايز يبطل تريقة ومسخرة، وكل ما ردش عليه يتجنن اكتر. امبارح لقاني بفطر في صيام العذراء سلام الرب عليها على حلبة خضرة ودجة، جم قال لرشدي انا اول مرة اشوف بني ادم بياكل برسيم وتراب. رديت وقلت له ربنا يسامحك، عموما انا اتأكدت ان ده مش طريقي، وعشان كده عمال اصلي ليل ونهار ان ربنا يرشدني للطريق الصحيح. عموما السلام امانه للجميع لحد ما نتقابل في كوم غريب في القريب العاجل بمشيئه الله. بصوتي الى الرب صرخت، بصوتي الى الرب تضرع، اسكب امامه توسلي، ابص لديه ضيقي عند فناء روحي مني. وانت علمت سبلي في الطريق التي اسلك، اخفوا لي فخا. تاملت عن اليمين وابصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسال عن نفسي. مش معقول يا اسف فندي، بقى بعد ما استريحت لك وثبتتك ومهيتك داخل على الاتنين جنيه عاوز تسيب الكلام ده كله وتروح بلدك؟ حسيت الوظيفه الميري مش ليا. يا سلام، امال عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى الخديوي عباس ولا السلطان حسين كامل بجلاله قدره؟ انا عايز الوظيفه اللي تملى عليا حياتي. امر غريب يا اسف فني، اذا كان حلمي ورشدي مضايقينك انا اوقفهم عند حدهم، وخصوصا حلمي لسانه طويل وبيجي حبتين. فني ما قلتش حاجة غير ان هما زملاء اعزاء. ما انت ما بتقولش حاجة ابدا. عموما يا سفندي انت في نعمة مش حاسس بيها، وان فاتك الميري اتمرمغ في ترابه. كل الناس على وجه الارض هيتمرمغوا في التراب، وما فيش حد هيهرب مني. وانت هتسود الدنيا في وش ليه على الصبح؟ في 100 واحد مستنين الوظيفة دي. ربنا يهنيهم بيها. لو لسعك الندم ورجعتلي تاني مش هتقول تشتغل حتى فراش. اللسعة اللي خايف منها لسعة من نوع تاني. ايه؟ فزورة دي؟ لا فزورة ولا حاجة، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. طرق كتير حواليك وانت في سكتك، شهوات كتير بتناديك وانت ايه شهوتك. طرق كتير حواليك وانت في سكتك، شهوات كتير بتناديك وانت ايه شهوتك. لا الجاه ولا السلطان ولا مال بتسعى اليه، اسعى لشيء واحد اسعى ورا اخرتك. لا الجاه ولا السلطان ولا مال بتسعى اليه، اسعى لشيء واحد
اسعى ورا اخرتك سلم حياتك بحالها يخدها المسيح ايديه بتجرح وتعصب وتشفي الجريح سلم حياتك بحالها يخدها المسيح ايديه بتجرح وتعصب وتشفي الجريح طرق كتير حواليك وانت بيت سكتك شهوات كتير بتناديك وانت ايه شهوتك طرق كتير حواليك وانت فين سكتك شهوات كتير بتناديك وانت ايه شهوتك الجاه ولا السلطان ولا مال بتسعى اليه اسعى لشيء واحد اسعى ورا اخرتك الجاه ولا السلطان ولا مال بتسعى اليه اسعى لشيء واحد اسعى ورا اخرتك جبتلنا عين المار جبتلكم حاجات حلوة كل واني واني خد حلاوة مصر احلى قوي من حلاوتكم غريب هما عنديهم نبوت الغفير في مصر عنديهم كل حاجة دي مصر ام الدنيا بس كوم غريب حلوة بيكم وحشنا قوي يا استفندي انت اكثر يا عم توفيق يا استفندي ده انت سايبنا من يجي سنه الاولاد في مدارس الاحد كانوا دايما بيسالوا عليك يا سلام محبه الاطفال دي ما فيش زيها ابدا ايوه ما هو من ساعه ما كانوا الحلاوه بتاعت مصر ما بقتش عاجبهم اي حلاوه عارف يا بولس من ساعة ما نجيت من مصر واكلوا الحلاوة اللي جبتها لهم ما حدش اشترى من عندك حلاوة خالص معلش ما تخافش بكرة هيهجموا على الدكان ويخلص الحلاوة كلها الحمد لله ان طلعت جزار هلا كانت خرب بيتنا كمان لكن انت كيف سبت الوظيفة الميري بالبساطة دي ماني حكيت كل حاجة في الجوابات ملناش دعوه بالجوابات احنا عايزين نسمع منك انت شخصيا طبعا اني حمدت ربنا وشكرت فضله بعد ما ثبتوني واي واحد غيري كان بقى من ولاد البندر واتجوز وخلف وعاش هناك ربنا يبارك لنا فيك يا ولدي في حاجه جوايا يا عم توفيق بتقول اني مش هستريح غير لما الاقي الطريق اللي ربنا خلقني عشان انت لسه ما لقيتش الطريق ده يا استاذ قلبي لسه ناوي تعمل ايه في الايام الجايه هشتغل في الارض لحد ما ربنا ينور لي طريقي بس انت يعني يا استاذ افندي عمرك ما حبيت تشتغل في الارض عشان كده يعني اتعلمت القرايه والكتابه ومسك الحسابات عشان تبقى فندي يعني ام كل ده تسيبه عشان تيجي تشتغل في الارض الشغل في الارض مش عيب السيد المسيح كان دايما بيضرب مثل بالارض والزارع واني حاسس ان السيد المسيح خلقني لطريق تاني ربنا يدور طريقك يا سفن صلولي الصلاه بتعمل معجزات نهارك سعيد يا سفن اهلا اهلا كيفك يا جيجي سفندي الحمد لله صحيح الشيطان شاط خير حصل ايه لا خير بس كل ما ابقى فاكر انني اقول لك تيجي تدرس الولاد في مدارس الاحد الاقي نفسي نسيت ولي شاطر ولا حاجه انا من نهار ما جيت من مصر وانا سهران الليل على الكتاب المقدس والاجبيه والسنكسار
عشان اسلح نفسي كويس قبل ما اتكلم مع الاولاد. ربنا يباركك يا سفندي. ده مش كده وبس، لاني فكرت كمان نعمل فصل نعلم فيه اخواتنا الكبار واولادنا القراءة والكتاب. ايوه، وعشان كمان يعرفوا يقروا الكتاب المقدس والايجابيه لوحديهم. ده العلم نور يا جيجي سفندي. ده انت اللي نور يا سفندي. بركة انك سبت مصر ورجعت لنا بالسلام. وخرج ومضى كالعادة لجبل الزيتون، وتبعه ايضا تلاميذ. ولما صار للمكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة، وانفصل عنيهم نحو رمية حجر، وجسى على ركبتيه وصلى وقال: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر ملاك من السماء جويه، وإذ كان في جهاد كان بيصلي بأشد لجاجه، وصار عرجه كقطرات دم نزل على الأرض، لأنه عارف إيه اللي هيحصل له بعد كده. ياه يا فندي، كل العذاب ده تحمل بابا يسوع عشاننا. ده كان ليلة العذاب الأعظم يوم الجمعة العظيمة. قصدك يا فندي يوم صلي بابا يسوع؟ صح يا ولدي. لكن ليه بابا يسوع كان بيصلي؟ كان بيصلي في بستان جسماني للآب عشان يساعده على تحمل الألم والعذاب، ويغفر للبشر الخطيئة اللي عملها آدم وحواء عند بدء الخليقة، لما كانوا التفاحة من شجرة معرفة الخير والشر. صح يا ولدي. دي صورة السيد المسيح وهو بيصلي في بستان جسماني، ما بتفرقش خيالي واصل، واني بفكر وبتأمل في قصة الفداء الإلهي العظيم. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذنهاك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للأسى راصدا. يا رب، يا رب، من يسبك لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت ليك يا رب، تمسكت نفسي بناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى من محرس الصبح. فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب. عظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثامه. هللويا. الأولاد في مدارس الأحد يا سفندي بيجوا بيستنوا الدرس بتاعك من أسبوع لأسبوع. دي بركة ربنا يا سفندي، الإنسان ملوش يد بحاجة. واضح يا سفندي إنك لقيت طريقك أخيرا في مدارس الأحد. يعني يا عم توفيق، جربت من الطريق، مش هو الطريق بالضبط، بس يمكن يكون جزء منه. ربنا يوفقك وينور طريقك يا ولد. انا مش هعرف طريقي الا لما اروح لصاحب الطريق. مش هو اللي قال انا هو الطريق والحق والحياة؟ قصدك ايه يا استفند؟ هتروح له ازاي يعني؟ صورة السيد المسيح
وهو بيصلي في بستان جسماني ما بتفارقش خيالي واصل. نفسي اروح الاراضي المقدسة دي وابوس الارض اللي باركها برجليه اللي مشي عليها وامشي في نفس الطريق. ابقى اذكرنا في صلواتك وانت في كنيسة القيامة. انت دايما في قلبي وعقلي مهما بعدنا عن بعض. يا استفندي اتأخر قوي يا جماعة، كل اللي راحوا الجثة رجعوا وهو لسه مجاش. ايه الغايب حجته معاه؟ جيت ده بقاله يجي 3 اشهر هناك. يمكن ناوي يقعد هناك. عندك حاجة بقى حد يروح البلاد اللي عاش فيها السيد المسيح ويمشي في الطريق اللي باركه برجليه ويقبع ويرجع؟ عندك حق، لكن المسألة مش بالبساطة دي. ما هو لو يا استفندي كان ناوي يقعد هناك كان قال بل بقلبه على لسانه على طول. المشكلة مش في كده، المشكلة ان ما عندناش حد فيكم غريب راح يقدس السنة دي. كنا سألناه شاف يا استفندي ما شافوش، قابله ما قابلوش. ايوه يا عم توفيق، ولا حتى كان بعت جواب ولا حتى مرسال كنا نطمن عليه. بقى ما فيش حد. يا استفندي يا استفندي يا استفندي يا استفندي يا الحمد لله على سلامتك يا ولد. الحمد لله على السلامة. معقول الحمد لله على السلامة يا استفندي. كيفك تعال اقعد مطرحك. تعال اقعد مطرحك. تفضل. يا سلام، انا عشت في الارض اللي قدستها أقدام السيد المسيح. كنت ساعات بحس إنه بيبص عليا عاوز يكلمني. سمعت صوته الحلو في بستان جسماني، كان حلم إلهي عجيب ما كنتش عايز أصحى منه. حلم ولا حقيقة؟ في الحاجات المقدسة دي يا عم توفيق مفيش فرق كبير بين الحلم والحقيقة. على كده نقدر نقول ان ربنا نور طريقك ولقيته اخيرا. فعلا يا عم توفيق، لقيت سعادتي كلها في خدمة ربنا. ايه يا سفندي نودت ترهبن؟ الرهبة انا شيء عظيم يا جدج سفندي، وانا ضعف يمكن ما استحملهاش. امال لو تعمل ايه يا ولدي؟ نفسي اكرس حياتي لخدمة الناس، كل الناس، زي ما كان السيد المسيح بيعمل. طب انا هقول لك رأيي يا استفندي. اتفضل يا عم توفيق. صحيح ان عندنا 2 كهنة في الكنيسة وبنحبهم قوي قوي من كل قلوبنا. فعلا،
لكن ابونا مشرقي كان بيقول ان الكتاب بيقول ان الحصاد كثير والفعل قليلين، يقصد ان الخدمة اتسعت وانها محتاجة لشباب جديد امثالكم يعني. اذا كنت انت يا استفندي عايز تخدم الناس فما فيش احسن من الكاهن، هو اللي ممكن يقوم بالمهمة دي. هي يا استفندي السكوت علامة الرضا. وانا مين عشان اقدر ارضى ولا مرضاش؟ المهم جلال الكهنوت يرضى عني، دي مسؤولية خطيرة قوي. بس خلي بالك يا ولدي، الكاهن لازم يتجوز قبل ما يترسم. تعرف يا توفيق ان يا استفندي ده الجنجاوي النهار ما تشاور. ودي حاجة تقلق يا ابو بطرس. مريم مرته قالت لي ان كل ما يجرب اليوم اللي هيترسم فيه جسيس هيخاف اكتر واكتر. فعلا احساسه بالمسؤولية تيجي القوي، ده هيبقى كاهن عظيم، لانه المسألة بالنسبة له رسالة مقدسة مش مجرد وظيفة او خدمة. لفرحة اهالي كوم غريب ما تتقدرش لما عرفوا انه هيترسم جسيس، وربنا كمان اداله بنت حلال هتقف معاه وتساعده. ودي اكبر دليل ان دي ارادة ربنا، وان شعب كوم غريب كله عايزه. واصبح القس ياسا ميخائيل كاهنا على كنيسة الانبا شنودة رئيس المتوحدين. سلام يا مريم. سلام لك يا ابونا. مالك يا مريم قلقانه ليه؟ قلقانه على الجو يا ابونا، كده برضك واقف على رجليك طول النهار من غير لقمه تسند بها قلبك. ما حدش بيموت من الجوع يا مريم. انا هروح احضر لك لقمه تاكل. يا ابونا باين عليك التعب قوي. عارفه يا مريم انا بصلي ربنا انه يقدرني اتعب لكل الناس. يا سلام يا مريم، مفيش أجمل من مشاركة الناس مشاكلهم وهمومهم. ربنا يقدرني ويساعدني أنور لهم طريقهم زي ما ربنا نور لي طريقي. ربنا يخليك ليهم يا بابا. امبارح المقدس استفانوس قال لي إن أبونا ياسا عامل فصل لمحو الأمية والتعليم للكتاب المقدس، وما تصورش قديه كان فرحان لما ابتدى يحس انه هو فاهم كلام ابونا وتأملاته. بوي 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 بوي، يعني ابوي ممكن يقدر يقبل واحد زي حالاتي لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب ويعلمه القراءة والكتابة من تاني؟ ممكن يا اخي، مش ممكن ليه؟ ساعتي مش هبطل قراءة الكتاب المقدس واصل ولا حفظ المزامير، وعلى كل لما نشوفه نبقى نسأله. حظك في رجليك يا عم، ابو ناسا جاي اهو. ابو نجيب كيف الحال؟ كيف لحون؟ الحمد لله يا ابونا. لسه كنا جايبين في سيرتك. على الله تكون بالخير. طبعا بالخير، ده امبارح المقدس استفانوس قال لنا على فصل محو الاميه ودرس الكتاب اللي حضرتك فتحته. ايوه، فقلت اجي انا والاخ سمعان عندك عشان تعلمنا القراءه والكتابه يعني. وتيجوا ليه؟ ما احنا فيه. اقعد. جرجس يا رمانيوس تعال، ابونا هيقرا الكتاب المقدس. تعال. سلام يا ابونا. اقعد اسمع. اقعد اسمع. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا بيقول لنا في انجيل متى: تعالوا الي يا مباركي ابي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. يعني لازم نعيش حياة الاستعداد التام والدائم طول حياتنا على الأرض، عشان بعد عمر طويل يعني لما نروح له نسمع صوته الحنين وهو بيقول لنا: تعالوا إلي يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
كيفك يا ست نفيده؟ سلام يا بوني. اتفضل اشرب عند رسال. الله يخليكي، بس انا رايح الكنيسه دلوقتي. دقيقتين بس يا بوني عشان البركه تحل بالبيت. ده احنا اللي هناخد بركه. ده انت الراجل البركه اللي ربنا بعتك لبلدني. اتفضل يا بوني. اتفضل 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 يا بوني. يا داني الشيخ رسواني مش درياني، اعملك دلوقت انت روحت فين يا ستي سفيرة؟ مش قلتي دقيقتين يا ستي سفيرة؟ الناس مستنيني في الكنيسة. تشرب الشاي بس يا بوني وبعدين تروح لحبايبك. طب تعالي عشان نصلي. حالا يا بونا حالا، مش هاخرك. هو ده برضو اتفقنا؟ خلاص اغلي جسر البرتقال دي. ابونا راجل طيب ومش هيقول حاجه. كرم الضيافه واجب برضك. اهي حاجه تسد وخلاص بدل الكسوف والخيمة. معلش بقى يا ست سفير، ما تزعليش مني، انا لازم امشي. ما تزعلش انت مني يا بوني. اتفضل. معلش يا بوني، انا كنت متلهوجة. يا رب يعجبك. يا سلام، احلى شاي شربته في حياتي. صحيح يا بونا؟ هكدب عليك يا ست سفيده. استغفر الله يا بونا، مش قصدي. الواحده من لهوجتي بقت مش عارفه بتقول ايه. ابانا الذي في السماوات، امين. سلام. مع السلامه يا بوني. حلت البركه. دي شاش مش جسر برتقال، دي الف شاي دقته في حياتي يا بوني. يا بوني يا بوني يا بوني، الراجل ده جدي ربنا اداله على قد نيته. صحيح اللي ربنا يحبه يحلله دنيته. انا ما كنتش متصور ان قريه صغيره زي كوم غريب محدش يسمع عنها حاجه يعيش فيها قديس معاصر زي ابونا ياسا ميخائيل. لا حضرتك لسه ما عرفتش المعجزات المذهله اللي عملها ابونا ياسا ولا التجارب الصعبه اللي مر بيها. على كده حياته كانت سلسله من المعجزات. لا ده مش حياته بس، وبعد نياحته كمان. يا ريت يا ابونا اشوف معجزه بنفسي عشان اصدق. هتشوف يا استاذ توم. لا قلتك واثق قوي. ابونا ياسا عمره ما خيب راجع حد طلب حاجه منه. ياه للدرجه دي؟ جاي. لا ده ابونا ياسا كان على موعد مع التجارب اللي كان اصعبها انه فقد ابنه الوحيد. يا رب يسوع، معقوله؟ ربك يا رب. يلزمش اي حاجه يا ابونا. لا يا سيرجيوس، ابوك محتاج لك اكتر مني. صدقني هو قال لي لو كان يقدر يجي ما كانش اتاخر ابدا. عارف يا سيرجيوس، عارف ده اخوي وانا عارفه كويس. ربنا معاك يا ابونا. ربنا استرد وقعته يا سيرجيوس زي ما قال ايوب النبي، وزي ما قال داود النبي لما فقد ولده اني ذاهب اليه اما هو فلا يرجع الي. لو كانت الناس واعيه بالحقيقه الازليه دي
كانت الدنيا بقت حاجة ثانية. يا أحبائي، الموت هو انتقال من حياة محدودة لحياة أبدية غير محدودة مع الرب يسوع. عشان كده احنا بنفرح ونحتفل في عيد نياحة القديسين والشهداء، وبنفرح بعيد. واذا كانت العروس بتلبس ابيض عند زفافها للعريس البشري، فما بالكم بقى بالنفس البشرية وهي تتذلل عريسها السماوي؟ لازم نفرح بيها ونلبس ابيض عليها. اما بقى عن موضوع المعجزات اللي سألتوني عليه، عايز اقول لكم ان اي حاجة يدخل فيها ربنا ببركته ما هياش معجزة، لان الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. هي معجزة عندنا احنا بس كبشر عاجزين ومحدودين، وهي دي عظمة المسيحية. طب زياداتي بقى موضوع ايه؟ كفكيش حزن على ولدك 10 سنين، كفاية اسمك حيفضل العمر كله مبرهين. احنا كلنا رايحين له، لكن هو مش هيرجع ابدا. ابني وحيدي، افضل بتعليه العمر كله. وكانت في واحدة ست بتبكي لجفاف اللبن في ضرع جاموستها، ومش لاقية اللبن لابنها. شافها ابونا ياسا ميخائيل، اخد شوية مية وصلى عليها ورش الجاموسة. احلبيها وشربي الولد من لبنها. على كلمتك يا ابونا هحليبها. أشكرك يا رجل المعجزات، أشكرك يا رجل يا بركة، كيفك يا معلم؟ بخير يا جود سابونا، ربنا يخليك لينا. يا سلام ونعم الاخلاق، كل ما بشوفك بفتكر ابوك الله يرحمه. انت الخير والبركة بتاعتنا يا جود سابونا، عاوزين لك راتلين لحمة بس. ايه عجب. السنان ما بقتش تقدر الا على اللحمة الطرية بتاعتك. من عناية يا جود سابونا. ايه رأي قدسك في اللحمة دي؟ عاوزين ركرتين ولفهم لك. خلي اللحمة عندك يا معلم فؤاد، خلص مشاويري واجيب. اللحمة الطرية جايه. بقول لك ايه، توزن رطلين عظم من دول، ولما يجي جود سابونا تبقى ايه تسلمهم له. اتحرك. الفرة مسكت في الفراق يا ابونا، وكل يوم تموت فرخة ولا اتنين، واحنا عايشين على بيع البيض وتفريغ، وما حلتناش اي حاجة في الدنيا غير قديش. ما تقوليش كده، امال خير ربنا كتير والحمد لله. هي الفراخ ايه؟ فين الفراخ؟ اتفضل يا ابونا، حاضر اتفضل. هنتعبك يا جود سابونا، اتفضل اتفضل يا ابونا اتفضل، تعال الفراخ يا ريت اتفضل.
بركة ربنا تحل بالفراخ وبالبيت كله. دقيقة واحدة يا بوي، دقيقة واحدة بس. دي عشان الكنيسة يا بوي. مقبولة منك يا ام فؤاد، ربنا معاك. فكرين يا بونا. يا حمتي هديت لابونا المليل وسبت معايا الشلم. ابونا ابونا خير خبر ايه؟ انا بنطي يا بونا، اديتك المليل بدل الشلم. الحمد لله نصيب الكنيسة جه كده. ما يصحش يا بونا، اتفضل يا بونا اتفضل. اللي بقوله هو الصح يا معلم. يوزن لي رطل ونص من الموزي وانا راجع من السوق هاخده معاي. انا مقدسة تعيش. لا معايا الشاي المنعنع. اشكر يا عم شاي المتين لسيد المعلمين. اشكر بس الحساب تقل يا معلم. اخلع اخلع يا معلم الحساب تقل. ماشي يا معلم ماشي. كيفك يا معلم فؤاد؟ اللحمة جاهزة قد سابونة. طب كويس تشكر. طيب للوكيل لو اكتشف الملعوب ابقى اقول له اللفة اتبدلت بلفة تانية وما اشوف المكشوف عنه الحجاب ايه. بشكر ربنا. لسه برضه بتبكي؟ معلش يا ابونا، دي الحاجة الوحيدة اللي بتريح قلبي. وعينيكي ارحم عينيكي. محدش بياخد غير نصيبه يا ابونا. وكمان ربنا ادانا عقل عشان نحافظ على النعم والمواهب اللي اداها لنا. انا هتقوم اطبخ لك اللحمة دي يا ابونا. ايوه وغير الموضوع. انا عارف يا رب صبرها وحزين. اخبار اللحمة ايه يا ام ابراهيم؟ زي الفل يا ابوي. نفسي اكلها مع بامية بالدمعة من ايدك المبروكة. ده انت الخير والبركة يا ابونا، ده انت الخير كله. هو عارف ان انا عاملة بامية منين؟ ايه فين كبريت يا ولدي؟ يا اخي انا فضيلك، ما تروح يا اخي. بص يا بوي الحق يا بوي الحق يا بوي بكل صغير. حريقة حريقة اديهم اللحمة يا ولد. ادي يا معلم. وشكرا. لحمة عم فؤاد حلوة. الشاي الاستباحة يا ولد عظمة. حمامة يا معلمي. كيفك يا معلم فؤاد؟ أهلا يا جود سابونة. ها أخبار اللحمة بتاع المرة اللي فاتت إيه؟ يا سلام تسلم يدك. أم إبراهيم بتدعي لك. تدعي لي؟ عليه. خلي الرطلين عندك. اخلص مشاويري وعدي عليك وانا مروح اخدهم معي. ما تتعبش نفسك يا جود سابونة، انا عوصلهم لحد باب البيت. انا اصلي عازم نفسي عنديكم على الوكل النهاردة علشان ادوق بنفسي لحمتي من يد ام ابراهيم
واخد بركتك يا ابو سابونة. كيفك يا ام ابراهيم؟ اتفضل يا معلم. زي فضلك يا ابو سابونة. نهارك سعيد يا ام ابراهيم. نهارك سعيد. اللحمه اهي. وتعب روحك وجايبها لغايه هنا بنفسك يا ابني. تعبكم راح. انا عازم نفسي عنديكم. اهلا وسهلا، تشرف يا ابني. حالا الاكل هيكون جاهز. اتفضل بيتك ومطعم. اتفضل يا معلم فؤاد، اتفضل. محتاج عزومه ولا ايه؟ هي دي اللحمه اللي جبتها لكم بالوكيل. امال ايه؟ ايش حال لو ما كنتش انت اللي جبتها بيدك؟ جرى ايه يا معلم؟ هو في جزار غيرك فيكم غريب؟ لحمتك دي دايما زي الفل. كل مرة بتبقى بالشكل ده؟ جرالك يا معلم فؤاد، انت مش عارف لحمتك ولا ايه؟ كل مرة بتبقى احسن من التاني. انت بتتوصى بينا اكتر من اللازم يا فؤاد. مالك يا فؤاد؟ مالك بتبكي ليه؟ بتسأل اسئلة غريبة وعجيبة فيه. سامحت يا ابويا، سامحني. انا غلطت في حقك، انا حرامي. ايه بس يا ابني، هين جرالك؟ ما كنت كويس. انا عمري ما كنت كويس، انا كنت حرامي، كنت نص. ايه ده بس، ايه ده، ايه ده، قول اللي تعرف. كل مره كنت بتيجي عشان تاخذ اللحمه من عندي، كنت ببدلها بالعظم بعد ما بتمشي، ومن فعل بالي مش هياخد بالي. واخدت بالك هتتحجج وتقول يمكن تبدل بغلط. اتاري ربنا هو اللي كان شايفني، سامحني. عشان كده طلبت تيجي تاكل معانا عشان تتاكد من العظم اللي بناكله. ايه يا ربنا، سامحني سامحني. سامح ربنا يا ابني، اللي بيعامل بيعامل ربنا مش بيعامل بشر. اطلب منه بحراره انه يسامحك. ايه يا سابونا، شوف شفت بعيني محدش جنبي، بس انت لو سامحتني ربنا كمان هيسامحني. اعمل معروف سامحني يا ابني. انا عمري ما دنت حد، لا تدين كي لا تدان. اطمن، ربنا اداك درس عمرك ما حتنساه، واحنا ادانا احسن لحمه. لكن كل اللي اقدر اقوله لك، ما تستعجلش على العظم، كلنا هنبقى عظم. المهم الروح، خلي بالك من روحك هي الاهم، ويسيبك من اللحمه الفانيه. أنا مش مصدق، ده إيه السيرة العطرة المقدسة دي؟ أنا ما كنتش متصور بصراحة إني هلاقي مادة صحفية مثيرة ومبهرة بالشكل ده. الحقيقة كان في معجزات كتير تمت على إيد القديس، ودي كان سبب في فرح وسعادة ناس كتير حصلت معاهم المعجزات. وبالرغم من كده كانت حياته هو شخصياً سلسلة من الآلام والتجارب. طبعاً فقده لابنه كان محنة فظيعة. وإن كان على أبونا ياسر فهو حمل صليبه بفرح، لكن امراته هي اللي محتملتش وفضلت تبكي لغاية ما فقدت بصرها، وفضل هو يخدمها لغاية ما تنيحت. كان ربنا مديله ايمان وسلام، وكان دايما يقول مع داود النبي: اما انا فصلاه. يعني حياته العملية كانت قدوة لكل الناس، وعشان كده كل اهل كوم غريب اكيد كانوا بيحبوه. وتنيح القديس ابونا ياسة بهدوء الملائكة في 10/6 سنة 1962، وأثناء تكفين جسده الطاهر. الناس بره هتتجنن كلهم، عايزين يمشوا في الجنازة. أدي احنا بنحاول نلبس أبونا مشرقي. يبقى مفيش غير القديس نفسه يساعدنا. أنت راجل بركة يا أبونا جرجس. ساعدنا يا أبونا ياسة. ساعدنا يا أبونا ياسة. ساعدنا يا أبونا ياسة.
هذي لسه ما شفتش النور اللي قالوا عليه. أنا شفت رابع يوم اللي نيحته الثول اللي حلو بالعيال. ليه شفت ليه ما تحكولني؟ كنا قاعدين في الضلمة وفاجئة لقينا قبر أبو نياس منور نور ما بعده نور. صدقوني يا أخوات والنور ده كان جاي منين؟ ما تعرفلوش جاي منين؟ أنا أول امبارح شفت النور خارج من القبر نفسه. كان شيخ ليه؟ كان طبيعي قوي، ده حتى نور الحتة كلها. ربنا يوعدنا ونشوف المعجزات دي. شوف انا شايف ولا بتهيألي ده هو ابو ناس. ابو ناس طلع من القبر وبيبص علينا. تعالى بينا اما نقول له. انت متأكد انك شفته؟ زي ما انا شايفك دلوقتي. مش هو بس شاف، انا كمان شفته. عموما هنشوف. يلا بينا يلا بينا. مش قلت لكم بيتهيأ لكم؟ يلا بينا نرجع. يلا احنا نصدق كلام عيال ولا ايه؟ العيال احباط الله. ما كان مين عند الوكيل؟ ادي القبر قدامكم اهو. اذا كنتوا شايفين حاجة قولوا لي وانا اول واحد هفرح. يلا بينا. انا مش عارف ايه اللي جرالك يا مالك. أين وصابتك يا حبيبتي؟ الدور مسكن اهو. يا ابني دي خدته من ساعة واحدة بس، هي تفضل تبلبح في برشامته للنهار ولا؟ وما هنعمل ايه؟ هتسيبوها تتنفس كده؟ ما هو لو نعرف سببه ايه؟ الا الدكاترة مش عارفين عندها ايه. معلش تاخد برشامة تانية. يا حبيبتي يا بنتي مش حالة، كانتش الدنيا حر يا مير. انا عاوز اعترف. يا الله تعترفي؟ تعترفي بايه يا بنتي يا حبيبتي؟ اسم الصليب. انا بقالي مده طويله ما صرفتش. بكره تخفي وتبقي زي الفل وتروحي الكنيسه وتعترفي يا ميري. لا لا بكره الحد. ايه انا اروح الكنيسه واتنفس. أنا ممكن بكرة أجيب لك أبونا بعد القداس تعترفي له وينولك. بعد الشر يا ابني، هي هتروح بنفسها. وهي لو تقدر تروح، ما أنا محبب عليا. إن شاء الله هتروح ببركة القديس أبونا ياسي. آخ لو كان أبونا ياسي عايش. ما هو لسه عايش وسطينا. عايش وسطينا؟ اسم الله عليك يا حماتي. أنا لسه ما اتجننتش يا ابني. أي أبونا القديس عايش وسطينا بروح. شايف مجرد ذكر اسم ابونا ياس خلاها بدت تهدى ازاي؟ الحمد لله. اشكرك يا رب، بقت احسن. تصبحي صباح العافيه يا ماري يا بنتي. نسيبها ترتاح شوي. يا رب يسوع المسيح، الدكاترة هتعرف مرض ماري. ايش فيها انت يا رب؟ ايش فيها انت يا رب؟ يا رب يا يسوع المسيح، بنتك ماري عيانة وتعبانة قوي يا رب. ملس عليها بيدك يا رب واشفيها يا يسوع. نفسك تعترفي عندي ولا انا ما ينفعش ابدا اعتراف ليكي؟ ما تقوليش حاجه. ابو ياسر ضربني في المنام واعترفت على ايده.
سلام الرب عليك يا ابونا ياسر. يلا يلا لازم نيجي نلحق نلبس جوال عشان نلحق ابونا قبل الغدر. يلا ده ابونا هيفرح قوي. الله هنا الميل كان يعترف مرتين. دي حاجه ما بدش يقولها ابونا. معقوله انا في حلم ولا في حلم؟ دي مرتك اللي كانت في حلم وشافت فيها ابونا ياسر وشفاها. اللي اتمجد اسم الرب، اللي اتمجد اسم الرب. الف حمد وشكر ليك يا رب. يلا بقى جوام عشان نلحق نحضر الانجيل المتناول. وعجائب ومعجزاته ملهاش حصر، تملى شرايط كتير. انا اللي جابني هنا اني قريت عن الرمل بتاع ابونا ياسر اللي بيعمل المعجزات. ايه الحكايه دي يا ابونا؟ حكايه الرمله دي اللي الناس كلها بتسال عليها. ابونا ياسر لما دفن هنا سنة 62، لأن كانت مدافن عيلة الراهب اللي بينتمي إليها أبونا كانت مكانها هنا في المدومة، وكانت المقبرة اللي دفن فيها أبونا ياسر مقبرة عادية زي أي مقبرة موجودة في المدافن اللي احنا فيها. الناس عايزين يروحوا ياخدوا بركة أبونا ياسر، فقدامهم مقبرة اللي ممكن ياخدوه بركة من عند أبونا ياسر، فكانوا ياخدوا الرمل اللي حوالين المقبرة اللي موجودة. من خلال الرملة دي حصلت مع ناس كتير معجزات، لأنهم كانوا زعلانين الأول أنهم فقدوا أبونا ياسر بن يحتو، لكن الرملة دي عوضتهم أنهم بيجوا جري ياخدوا بركة أبونا ياسر، ومنها حصلت معجزات كتير. واحدة مثلا كان شعرها بيوجع وبعدين جت خدت رمل من هنا من حوالين المقبرة، الكلام ده كان سنة 80 مثلا، وابتدت تدلك فروة الشعر، رجع الشعر زي ما كان ببركة الرمل اللي موجود جنب المقبرة. لما جينا احنا رملنا المقبرة بشكلها الحالي او يعني بقت كنيسة، حرصنا ان احنا لازم نخلي رمل جنب المقبرة زي ما الناس كانت قبل الترميم بتيجي تتردد وتاخد الرمل اللي حوالين المقبرة. وكان كل رمل يتحط جنب الجسد ببركته تحصل المعجزة. أنا زيارتي للمكان غيرت فيا حاجات كتير. أنا كنت جاي من غير إيمان حقيقي بقداسة أبونا ياسر ميخائيل، لكن دلوقتي كل اللي بتمناه من قلبي إني أقف أصلي للمسيح في المقبرة اللي مدفون فيها جسد الطاهر، وحتى لو ما شفتش النور اللي بيظهر منها أنا مؤمن بيه في قلبي وعقلي، زي ما السيد المسيح قال للقديس توما: طوبى للذين آمنوا ولم يروا. يلا ناخد البركة دي. قدرتك يا ابو ياسر، قدرتك يا ابو ياسر.